اخواتي مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. اليوم ندير لكم وصفه الروز المفور. والمقادير تاعنا شافيهم، عندنا روز يكون نوع الاصفر ماشي الابيض باش ما يعجنناش، عندنا روز سكر باش نعسلوا من بعد الفواكه الجافه، عندي زبده، عندي برقوق مشماش، عندي زبيب، وعندنا هنايا شويه تاع جلوف تاع الليمون ونجمه الارز والقرفه، عندنا هنا شويه تاع لوز كنت قليته ودرت حبه بدون جلوف باش تعرفوا كيفاش تقلى، تقلى لكم هو اختياري. بغيتي تغيريه بالكوكا ممكن، عندي شويه جوز ممكن ثاني تغيريه بالكوكا ولا حبيتي، وعندي شويه سكر ناعم. هذا هو المقادير تاعنا، نفوتوا للتحضير. الروز كنت نقحته حوالي نص ساعه في الماء سخون، ومن بعد شللته خمس خطرات حتى الميدون تاعه تروح خلاص. غادي نديرو في الكسكاس باش يفور. هذه الوصفه التقليديه، هو يجي ضروري يجي كيما هكا. انت ما حبيتيش ديري هذه الوصفه، جيبي كاسرونه حطي فيها شويه زبده وقليه، لا حطيتي كاس تاع روز حطي كاستين تاع مي، وبالليه في غطيه بالكوكوطه ولا بالطويجينه كيما حبيتي اللي عندك، وخليه يطيب. من بعد تقدميه كيما لا حبيتي، تقدميه بطريقتك الخاصه، بس هنايا الطريقه الاصليه تاع الروز الفور هذه هي. الان نفوتوا نعسلوا الفواكه الجافه تاعنا، نحط شويه زبده، نحط المشمش البرقوق بلوتو، نحط الليمون، قرفه وشويه تاع نجمه الارض، ونحط حوالي ملعقتين تاع سكر، نحط شويه تاع ماء الزهر، نجيب ماء ونحط. وغادي نعسلهم كاع كيما المشمش والزبيب، ندير نفس الشيء خليهم يطيبوا ومن بعد نرجعوا نكملوا الوصفه مع بعض. نعاودوا نفس الشيء، السكر مع الزهر، درت ماء الزهر زيد الماء ونحط حتى فوق الكاس، حطيت الزبيب نزيد نفس الشيء، نعاود نفس الشيء اللي درت فيه في البرقوق والمشمش نديرها مع يعني هذه حاجه سهله كاع الناس تعرف ديرها. نحط شويه سكر، شويه ماء الزهر، وندير المي ونخليه يطيب. غادي نخليهم يطيبوا ومن بعد نرجعوا نشوفوا الوصفه مع بعض. غطوا القدره تاعكم بالبلاع، ضروري باش لافاتور البخار يطيب لنا بسرعه الروز تاعنا. كي ديري هنا تعدي من بعد الغليان عدي 40 دقيقه، 30 حتى 40 دقيقه. حاول الروز تاعنا بعد ما فار، راني دايره شويه ملح تاع في القزعه، حطيته دوك نكب عليه شويه تاع ماء. غادي نخلوه يشرب مده 10 دقائق، يشرب لنا مليح هذا الماء ونعاودوا نفوروه المره الثانيه. يعني قلت لكم هذه العمليه اختياريه، ما حبيتيش ديري هكا وديري الزبده في كوكوطه ولا كسرونه، وديري هي غسليه خمس مرات وديري في الكسرونه تاعك مع الزيت يتقلى مع الزبده يتقلى تري تري بيان، بعد ما رقي غطيه وخليه يطيب. بصح انا بغيت نعطيك الوصفه الاصليه اللي انا نحبها واللي انا نديرها، وانتم احرى ديروا واش حبيتوا. خلوه يشرب ومن بعد نرجعوا نعاودوا نفوروه. شوفوا الروز خليته ينشف 10 دقائق، مهما كل ما تخلوه ينشف يكون احسن. غادي نعاودو نديروه يفور، غادي نرده في الكسكاس يعاود يفور 30 دقيقه هاد المره، ونعاودو تاني نعاودوه مره اخرى. نغطي كل مره باش البخار يطيب لنا بسهوله الروز تاعنا. هاو لفار مرة تانية، غادي نقلعوه نزودو نفخوه مع بعض. ندير شوية ماء كيما المرة الأولى، غادي نخلوه ينشف مدة 10 دقائق ونعاودو ثاني نفوروه المرة الثالثة. أنا هاد الكمية كيلو تاع روز درت، نتوما تقدرو ديرو نصف الكمية إلا حبيتو. نخلوه ينشف ونعاودو نفوروه. ملعقة تاع سكر ناعم
وهذا الحليب هذا في الحق مش هو يديروه بالحليب المعقم المسكر. انا بصح هذا الحليب المعقم بصح ماشي حلو، ما نبغيهاش تكون حلوه بزاف. غادي ندير غير شويه وغادي نفهمكم في حاله وما عندكمش هذا. الا ما عندكمش الحليب المعقم المعقم، ممكن تجيبي ملعقه كبيره تاع سكر ناعم وتحطي عليها 3 مغارف تاع حليب وتخلطي تخلطي تخلطي حتى يولي لك خلطي كريمه وديريه في الوصفه تاعك. ما حبيتيش لاي ظرف من الظروف ممكن تعوضي بالعسل، ما كاينش مشكل. يعني ممكن ديري انت واش راكي حابه، والسكر والحلاوه ترجع على حساب رغبه كل انسان. انا صراحه ما نحبش حلو بزاف، دونك درت كميه قليله من السكر وغيرت الحليب المعقم المحلى بدون اللي هو بدون سكر، خاطر كاين اللي مسكر وكاين اللي بدون سكر. غادي ندهنوا هكا من بعد نفوتوا للمونتاج. التزيين يبقى اختياري، انا اختاريت باش نزينه كيما هذا بالاطار هذا. بصح هنايا ضروري انك تحطي وتضغطي تضغطي تضغطي باش من تجي طالعي الاطار تاعك ما يهبطلكش. غادي نجي الان نحطو في الزبيب هنا. غادي نكمل هكا الكميه تاع الزبيب، نجي نحط الزبيب هنا كاع هنا ونضغط. تمام، الان اللوز اللي شفناهم كيفاش حمصناهم وكيفاش قليتهم، وهذا لاصوص اللي طافيها اللي عسلت فيها البرقوق والمشمش والزبيب. نجي نحط غير شويه هنايا، سمحوا لي شويه على داك الحس، غير شويه هكذا، نزيدها شويه راح تكون شويه مشمخه. قبيله نسيت ما قلت لكمش حاجه، انا ضفت الملح في قريصه قريصه تاع ملح في المشماش وقريصه في الفلفل في البرقوق وشويه في الزبيب، وكنت درت زعفران شعره هو اختياري كيما حبيتو، ما بغيتش نذكرها لكم خاطر على بالي بلي غالي، كاين الناس اللي تقدر كاين اللي ما تقدرش، كل واحد يدير على ما يحب. نجي نحط هكذا نوزعها كامل على هنايا هكا ونضغط، ضروري تضغطوا مليح. نحط حبيبة تاع البرقوقات هنايا هكا باش يجيو الشكل تاعهم شباب، يعني بعد كي تفتحوا يجي شعل كله، يجي شكله فريمون بريزونطابل. فوالا هكذا، ودوك نغطوا بالروز. يعني يبقى التزيين اختياري، ما حبيتش تزيني كيما هكا زيني انت كيما راكي حابه، كل واحد يدير كيما حب. تجمي تسهلي على روحك تحطي جوست في طبيسي وتزيني فوالا، من الضروري اني انا اضغط باش يشد روحه. بعد نجي نحط اللوز اللي بقى لنا. حطوا الكمية لسه ما تحبوا نتوما. ممكن دي شوية تاع سكر غلاس هاك وشوية هاك شوية هاكا، نغسل ليدي وندور القرفة. هنا قرفة تجيب لينا، والناس اللي ما تحبش القرفة ممكن ما ديريهاش انت حرة، انا احب القرفة. هنا جبت المشماش اللي كنا طيبناه قبيلة، غادي نوريكم حبيبة. جيبي تفتحي هكا، جيبي حبة واحدة اخرى ثاني حطيها في الوسط هكا نفختها، خلفيها شويه وجيبي شويه برقوق اللي طيبناه وحطي هكا على شكل ورده.
وتزيني بيه. قلت لكم هذا غير تزيينه، انتم زينوا كي ما حبيتوا. هاي الوصفه بعد ما كملتها انا زينتها بهذه الطريقه، انتم زينوا كي ما حبيتوا. والكميه تاع الزبده تبقى على حسب ذوق كل انسان، كاين اللي بغيتي شويه يتعجن ويتلم كثري له شويه الزبده، وكثري شويه الحليب بالسكر، السكر كلاص لكن درتي الحليب والسكر ناعم، ولا درتي الحليب، انا نفضل ديري الحليب، الحليب المعقم يشدها لك اكثر. ان شاء الله يا ربي تعجبك الوصفه، اللي عجبتك ما تنسيش خلي لي تعليقاتكم، ونقولكم صحه وفطوركم عن قريب، مع السلامه.